بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله حديث استوقفني احببت ان اتامله معكم والحقيقه قبل ان اتلو هذا الحديث انا اقول دائما هناك افضل من الصوم افضل من الصلاه افضل من العبادات اعمال بسيطه جدا ولكن ثوابها اعظم بكثير اليوم للاسف حياتنا تحولت لعبادات ميكانيكيه كما اسميها يصلي وكذا وكذا ثم تجده اخلاقه سيئه اذا اسات له قليلا يغضب ويسب ويشتم لا يصبر على اذى احد، لا يساعد احدا، يعني اصبح لدينا مشكله في هذا الموضوع النبي هنا اراد ان يبين لنا ان هذه العبادات اصلا هي لتحسين اخلاقك فاذا كانت اخلاقك سيئه اذا انت عبادتك فيها مشكله يجب ان تراجع هذا الموضوع دعوني اقرا هذا الحديث ثم نتدبر ونتامل النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه صلى الله عليه وسلم، والله كلام رائع وانا واثق ان كثير من الناس لا يطبق هذا الكلام، كثير من المسلمين طبعا الذين يحرصون على الصلاه وكان الصلاه هي التي ستدخله الجنه. لا يا اخي الصلاه لا تدخلك الجنه ولا الزكاه ولا كل العبادات، هناك شيء اهم هل أنت ترضي الله أم لا؟ هل أنت ترضي النبي؟ أنت تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لك: هناك أعلى من درجة الصائم، القائم، المتصدق. إصلاح ذات البين، أن تسعى في الإصلاح بين الناس. وفساد ذات البين هو الحالقه تحلق الدين تدمر الدين يعني طبعا الدين الدين لله سبحانه وتعالى لا لا يدمر ولكن يدمر هذا الدين في في اعمالك انك اذا تركت الاصلاح واصبح هناك فساد في الاسر وفساد في العائلات وفساد بين الناس سوف يختفي الدين من بينهم لن تجد أثرا لتعاليم الله عز وجل ستجد أن الناس يلهثون وراء الدنيا كما هو حاصل يلهثون وراء مقاطع له وكل حياتهم هي الدنيا فقط إذا أين الدين لا وجود له في حياتهم سوى بعض الأعمال كما قلت الميكانيكية أنه يقوم ويركع ويسجد وقد ينفق شيئاً أو يصوم يجوع ويعطش فقط هذه حياته. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظرنا إلى أعمال مهمة نغفل عنها. ما معنى ذات البين؟ أحبتي في الله لو كل إنسان حرص على إصلاح أسرته أولا. يعني مشكلة اليوم نسبة الطلاق 40% أين إصلاح البين؟ <applause> طيب أنت أنت خربت ذات البين عندك عندك، أفسدت ذات البين عندك في بيتك، كيف ستصلح بي... خارج بيتك؟ <applause> يبدأ كل واحد ببيته إصلاح ذات البين يجب أن يتمتع من يريد ان يصلح بذات ذات البين بالصبر بالكلمه الطيبه بالحلم ويتحمل اذى الناس اذا انا اول شيء يجب ان اتحمل الاذى من بيتي في داخل بيتي عندما زوجه تؤذي زوجها يجب ان يتحمل او العكس زوج يؤذي زوجته يجب ان تتحمل وهي تاخذ دور اصلاح ذات البين بهذه الحالة لو كل واحد طبق هذه القاعدة على بيته ستختفي المشاكل من البيوت فقط ببساطة وعندما تطبق هذا على بيتك تطبقه ايضا بين اخوتك وبين اهلك وبين جيرانك تسعى في الاصلاح السعي في الاصلاح بين الناس امر مهم جدا ايها الاحبه، نحن لماذا اليوم ندعو لا يستجاب لنا؟ معظمنا كئيب وتعيس، معظمنا يلهث وراء سراب هو الدنيا. معظمنا يحمل الهموم. لدينا خوف من الغلاء، من المستقبل، من قله المال، خوف من المرض، انظروا عندما ضرب كورونا الناس اصبحوا في حالة رعب من وهم هو كورونا يعني فيروس لا يرى هو معلومة اصلا اصبح لديهم خوف ورعب من شيء وهمي يعني سبحان الله <applause> ونحن نعلم ان ان الله قدر كل شيء وكتب كل شيء ولكن ثقتهم بالدنيا اكبر من ثقتهم بالله عز وجل معظم الناس اليوم لا يثقون بالله يثقون بالدنيا بالاسباب المادية يثق بما في جيبه فقط، لا يثق برزق الله، والإيمان الحقيقي يفرض عليك أن تثق بما عند الله بما عند الله عز وجل أكثر من ثقتك بما في يديك، يعني أنا لدي مبلغ من المال في يدي أنا أثق أن ما عند الله أفضل وأبقى مما في يدي واثق ان ان هذا المبلغ قد يذهب ولكن ما عند الله يبقى. هذه الثقة فقدناها للاسف. اذا هنا اخي الحبيب عندما انت تثق بالله وتحاول ان ترضي الله وترضي رسوله عليه الصلاه والسلام، اذا هنا يجب ان تسعى في خدمة الناس. تسعى في إسعاد الناس وتبدأ من بيتك تسعى في الإصلاح بين الناس هذا 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 هو الأجر العظيم يعني أنا أعطيكم قصة لرجل النبي عليه الصلاة والسلام قصها علينا قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل في حياته حسنة قط هل هناك أسوأ من هذا الرجل نظريا يعني ولكنه دخل الجنة بعمل بسيط، ربما لا تتصور ما هو العمل، <applause> بسيط جدا. هذا الرجل كان من أصحاب المال، وكان يقرض الناس، يعطيهم قروض أو بضاعة أو يتعامل معهم، فكان يقول لغلامه إذا بعثه، يقول له: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. عمل بسيط فقط يعني إذا وجدت إنسان غير قادر على الدفع اليوم أخره تجاوز عنه فقط يعني عمل بسيط فلما مات تجاوز الله عنه إذا دخل الجنة بعمل بسيط لم يصلي ولم يصم ولم يختم القرآن مليون مرة ولم يذهب إلى الحج مئة مرة ولم يفعل أي شيء هو فقط عمل بسيط دخل الجنة إذا القضية أخي الحبيب كيف تحب النفع للناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أحب أن, أن يترسخ هذا الحديث في ذهن كل واحد منا خير الناس ليس أكثرهم عبادة ولا صلاة ولا إنفاقا ولا قراءة القرآن ولا ولا إلى آخره أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس أنت إذا أردت أن تبلغ مرتبة عالية عند الله ساعد الناس هذه الثقافة التي نحتاج لها للأسف نحن في السنوات الماضية يعني أخذنا من الدين فقط العبادات يعني القشور المظاهر أن تحرص على الشكل وال السنن والصلوات والكذا, والكذا وتركنا ونسينا ان هذه العبادات ليست هي الهدف. انا عندما اصلي ليس الهدف ان اصلي، الهدف شيء اخر ان احسن اخلاقي، الهدف ان احب الخير للناس، الهدف ان اعفو عن الناس، تجد في المسجد اثنين يصلون واذا ضرب احدهم الاخر بالخطا يغضب وربما يحدث صدام وربما تحدث صراخ وكلام وشتائم. طيب انت صلاتك لا قيمه لها صدقني. مثل هذه الصلاه ليس لها قيمه. نحن بحاجه ايها الاحبه ان نعيد نصحح نظرتنا للدين. الدين ليس مجرد افعل ولا تفعل وعبادات وكذا، لا. الدين له هدف كبير جدا هذا الهدف الكبير هو يتمثل في حسن الخلق حسن الخلق يعني الصبر والتحمل ومساعده الناس والصبر على اذاهم والحلم على اخطاء الاخرين واكرام الاخرين والتفاني في خدمه الاخرين وايثار الاخرين على نفسك يعني هناك خير لا انا افضله لشخص اخي مثلا او اي انسان جاري او كذا افضله على نفسي هذا هو هدف العبادات نحن اخذنا العبادات وتوقفنا عندها وكأنها هي التي ستوصلنا الى جنات النعيم يعني صلي هذه الخمس اوقات وصوم رمضان وحج وكذا وستدخل جنه لا هذه العبادات هدفها ان تصل لمرحلة حسن الخلق. لذلك عندما سأل الصحابة الكرام حبيبكم عليه الصلاة والسلام قالوا له كيف يعني نكون معك يا رسول الله في الجنة؟ أو نكون قريبين منك؟ قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أكثركم صلاة، لا أكثركم صياما، لا أكثركم زكاة، لا قال احاسنكم اخلاقا. النبي يريد حسن الخلق وهو جاء ليتمم مكارم الاخلاق. فاذا صلاتك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر لا قيمه لها. اذا كان صيامك لم يعلمك الصبر على اذى الاخرين لا قيمه له. عمل بسيط، عمل بسيط مثل هذا الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فقط ادخله الجنه عمل بسيط قد يدخلك الجنه ولكن هذه الاعمال كما قلت لكم ايها الاحبه هدفها ان تزكي النفس وتجعلك اكثر نفعا للناس واكثر حبا للخير للاخرين لذلك في القران الكريم لا توجد ايه افلا يقرؤون القران ولا توجد آية افلا يحفظون القرآن ولا توجد آية تقول افلا يختمون القرآن كل شهر مرة او مرتين او ثلاثة، كل هذا الكلام غير موجود. الله تعالى يقول افلا يتدبرون القرآن. الله يريد منك التدبر، لا يريد منك كثرة الحفظ وكثرة الكلام من دون فائدة. افلا يتدبرون القرآن. أم على قلوب أقفالها. إذا الهدف من قراءة القرآن التدبر. الهدف من الصلاة والصيام والزكاة والصدقة أن تزكو نفسك، أن تصبح أكثر صبرًا، أكثر حبًا للخير، أكثر تفانيًا في خدمة الناس، أن تصبح أكثر إحساسًا بالمظلوم، بالفقير. هذا هو الإسلام أيها الأحبة، لذلك هنا النبي صحح لنا المفاهيم وقال إن هناك عملاً بسيطاً يبدو ظاهرياً ولكن هو عظيم عند الله، أعلى من درجة الصائم والقائم والمتصدق هو إصلاح ذات البين، فعليك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة أن تبدأ بإصلاح نفسك أولاً أصلح العلاقة بينك وبين زوجتك بين أبيك وأمك وأهلك ثم انتقل تدريجياً إلى جارك أصلح العلاقة بينك وبينك وأنت بادر لا تنتظر من الآخرين أنت بادر وأنت تحمل وأنت اصبر بالعكس كلما آذاك أكثر وصبرت أكثر ترتقي بدرجتك عند الله لتصبح بمستوى الانبياء، ما الذي يميز الانبياء؟ وأوذوا في سبيل الصبر وتحمل الاذى في سبيله، نسال الله عز وجل ان يعلمنا هذا العلم النافع وان ينفعنا به يوم القيامه ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق